علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله تعالى بعد قول الماتن: وضم الربح لأصله كغلة مكترا للتجارة. قال الشارح: ثم بالغ على ضم الربح لأصله بقوله: ولو كان الربح ربح دين، كأن يتسلف ربح دين، ولو كان الربح ربح دين كأن يتسلف 20 دينارا واتجر فيها، أو اشترى سلعة ب20 في ذمته لا عوض له أي للدين عنده، فباعها ب50 بعد حول، فإنه يزكي 30 من يوم السلف أو الشراء، وأولى إن كان عنده عوض ويزكي 50. لعل نحتاج أن نأكد على المصطلحات الثلاثة التي يذكرها الملكية في يعني باب الزكاة، اللي هي الفائدة والربح والغلة، لأن توضيحها هذه في غاية الأهمية للكلام، لأن الكلام يأتي كله يتوقف على الفروق بينها. وتقدم أن وذكر والما ذكر لعل ذكر الفائدة قال هي ما تجدد يعني عن أصل عن غير مال أو عن مال غير مزكى، ترد عن غير مال مثل الميراث ولا هبة أو مال غير مزكى، واحد عنده بيت وباعه وقبض ثمنه، فهذا اللي قبضه يسمى فائدة لأنه متجدد عن مال غير مزكى، يعني البيت ما فيه شيء زكى. وتكلم على الربح وقال هو الزائد على ثمن المبيع، يعني لما سيبيع شيء الزائد على ثمن أصله، فالزايد على الثمن اللي اشتري به الأصل هذا هو الربح، يعني خاص بالمبيع إذا بيع وزاد ثمن البيع عن ثمن الشراء. والمصطلح الآخر اللي هو الغلة، الغلة هي ما تجدد عندهم من يعني سلعة، ما تجدد عن سلعة مع بقاء رقبتها، يعني اشترى الإنسان سلعة للتجارة، ما تجدد عن سلعة للتجارة مع بقاء رقبتها دون البيع، لأنها كان بيعت ليحصل الزائد يسمى ربح. لكن إذا اشترى الإنسان سلعة للتجارة بيت وإلا أي سيارة وإلا كذا وأجرها، ما تجدد عنها يعني بإيجار ولا بغيره ولا بخدمة ولا غير ذلك، هذا كله يسمى يعني يسمى غلة. فالغلة والفائدة يستقبل بهم هذه القاعدة، الغلة ليتجدد هذا عن سلعة التجارة مع بقايا رقبتها، كل ما يتجدد يضم منه ما يوصل للنصاب وبعدين يزكيه يستقبل به عام، وكذلك يعني الفائدة يستقبل به عام، والربح فقط هو اللي يضم حوله إلى حول أصله. وهنا هو بدأ بمسألة يتكلم فيها على الربح، قال الربح يضم لأصله حتى ولو كان أصله دينا، يعني واحد ما عندهش رأس مال تسلف مبلغ 10 دينارات ذهب وإلا اشترى بدين في ذمته، يعني مشي للتجار وبايعوه على ذمته وعطوه بالدين، فاشترى ب10 دينارات مثلا سلعة ثم باع هذه السلعة ب40 ولا ب50 دينار، ف
فهو في الواقع ما عندهاش مال، لكن الربح اللي تجدد له فوق 10 اللي تدينها، اللي هم كان هو باعها ب40 معناه عنده 30، عنده 30 هذول ربح، 30 عليه يزكيهم، يزكيهم حولهم حول أصلهم، حول الدينار يعني أصل الدينار. فهذا مثال للربح اللي أصله دين. إن الربح سواء كان أصله مال عند صاحبه، واحد عنده مال واشترى به سلعة وباعها والربح اللي حتحص عليه نقول حول أصله، أنت مملكت المال اللي شريت به هذاك هو حول الربح. حتى قالوا كان هو ما عندهش مال وإنما اشترى بدين، اشترى بدين في ذمته ولا تسلف سلف وكذا، وبعدين باع هذه السلعة اللي شراها بالدين، فما زاد على دينه دين هذا معلش فيه زكاة يسقط، وما زاد عليه من الربح يزكي وحوله حول أصل المال الذي استدانه. قال: وضم الربح لمنفق اسم مفعول صفة لمال محذوف بعد تمام حوله، أي حول المال المنفق مع أصله، متعلق بتمام المقدر لا بحوله، لجموده أي أصل الربح المقدر وقت تقرر الشراء. نعم. ومتى كان الإنفاق وقت تقرر الشراء؟ كان بعد الشراء، ولو عبر ببعد لكان أوضح، فبعد ووقت متعلقان بمنفق، أي ضم الربح لمال أنفق بعد حوله مع أصله الذي اشتريت به السلعة وبعد شرائها. مثاله: أن يكون عنده 10 دنانير حال عليها الحول، فاشترى بخمسة منها سلعة، ثم أنفق الخمسة الباقية، ثم باع السلعة ب15، فإنه يزكي منها الخمسة المنفقة لحولان ثم فإنه يزكي منها الخمسة المنفقة لحولان الحول. يزكي معها فإنه يزكي معها الخمسة المنفقة لحولان الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح المقدر. فلو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة فلا زكاة إلا إذا باعها بنصاب. كما أن الربح يضم لأصله، يضم أيضا لمال منفق إذا أنفق بعد حلول الحول وبعد الشراء. يعني إنسان عنده أقل من نصاب وحال عليه الحول، مثلا كما ذكر في المثال عنده 10 دينارات ذهب وحال عليها الحول، وبعد الحول اشترى بخمسة منها سلعة والخمسة الباقية استهلكها يعني صرف على حاله، ثم باع السلعة اللي اشتراها بخمسة، باعها ب15، قال يجب عليه يكون في هذه الحال 15. في الواقع الحال هي أقل من نصاب، لأن النصاب 20، لكن اعتبرت نصابا هنا. لماذا؟ لأنها يضم إليها المنفق بعد الحول، ما أنفق بعد الحول وبعد الشراء يضم للربح. فهو ربح الآن 15، عند 15 الخمسة شرى بها سلعة وباعها ب15، وهذه أقل من نصاب، لكن لأن الخمسة أكلها وأنفقها على نفسه بعد مرور الحول عليها وبعد الشراء فإنها تضم، وينبغي عليه أن يزكي على 20 ويكون قد ملك النصاب. وهذا مبني على قاعدة، يعني الربح يعني كامن في رأس المال يوم الشراء. يعني الربح المال الذي يشتري به الإنسان سلعة
التاجر إذا اشترى بمال سلعة ربحه كامن في رأس ماله من يوم الشراء، كأنه موجود من يوم الشراء. وهذا هو القول الراجح اللي عليه المدون عند ابن القاسم. وقال المغيرة: الربح كامن أو موجود في المال من عند الحول، من حين يحول عليه الحول فالربح موجود. هو عند يعني 10 دينارات لما حال عليه الحول، الربح موجود فيهم في 10 دينارات من حين حال الحول. وابن القاسم يقول الربح هو موجود في المال يوم الشراء لا يوم الحول. وأشهب يقول الربح كامن في رأس المال، يعني لا يعتد به إلا بعد الحصول، لا يعد الربح ربحا إلا بعد حصوله. فثلاثة أقوال في المذهب. بناء على قول ابن القاسم معنى أنه إذا حال الحول على هذه 10 واشترى ثم أنفق، فما أنفقه يجب أن يزكيه، لأن الربح موجود من يوم الشراء عند ابن القاسم. فمن يوم الشراء، يوم الشراء هو عنده 5 قعد ما أنفقهاش وقعد ما كلهاش، والربح 15 هو موجودة من يوم الشراء في المال. فإذا من يوم الشراء هو عنده 20، لهذا وجبت عليه الزكاة في 20. لكن على رأي المغيرة الذي يقول الربح كامن من يوم الحول، فهو يوم الحول عند 10، وبعدين أنفق منهم 5 وربح 15، حتى على رأي المغيرة معناها يجب عليه الزكاة. لكن على رأي ابن القاسم لو كان هو أنفق على نفسه هذه 5 قبل الشراء، بعد مرور الحول وقبل الشراء أنفق على نفسه 5، وبعد ما أنفق 5 الخمسة الباقية بعدين يشتري بها، فبعدين لو باع السلعة 15 لا يجب عليه الزكاة لأنها غير نصاب، ولأن الربح كامن في المال عند ابن القاسم يوم الشراء، ويوم الشراء ما عندهاش إلا 5 فقط اللي اشترى بها، لأن 5 اللي أكلها قبل يوم الشراء. فبناء على قول ابن القاسم لو أنفق على نفسه 5 قبل الشراء معناه وباع ب15 لا تجب عليه زكاة. وبناء على قول أشهب لا تجب عليه الزكاة لو باع ب15 حتى ولو أنفق 5 بعد الشراء، لأن الربح هو موجود يوم حصوله فقط ليس قبل ذلك، ويوم تحصل على المال هو تحصل على 15 ولم يتحصل على 20، وذلك لا تجب عليه الزكاة عند المغيرة. شيخنا، وعلى قول ابن القاسم وكيف لا تجب عليه الزكاة إذا أنفقها قبل الشراء وقد حال الحول عليها؟ أي ما هو الربح عنده وما يبدأش بالحول. الربح عند زي ما قلنا عند الأشهب ما يعتبرش ربح إلا لما تحصله، وعند ابن القاسم يقول لك الربح المستقبل هذا نعتبره موجود يوم الشراء فقط، ما قبل يوم الشراء غير موجود. ما دام هو غير موجود معناه يوم الشراء هو ما عنداش الخمسة اللي ناكلها أنفقها ما هيش موجودة، فالربح الموجود يوم الشراء هو 15 فقط. لكن لو قالت هذه 5 لحد ما شريه فمعناه يوم الشراء عنده 15، لأن الربح كامل يوم كامل في رأس المال يوم الشراء، ما عنده 15 يوم الشراء، والخمسة ما زالت باقية موجودة ماديا بعد الشراء لأنها ما استهلكهاش قاعدة، فتضم لما هو مقدر اللي هو 15 لأنه مقدر يوم الشراء، فيجتمع منهم 20. لكن لو أنفقها قبل الشراء معناه يوم الشراء الربح مقدر 15، ما عندناش ليش نضمه لأن هذيك أكلها. طيب لما يجي الربح ما عندناش الخمسة هذيك أكلها، الربح لما قدرناه يوم الشراء معناه ما عندناش ليش نضمه لأن هذيك أكلت واستهلكت. ألم تتعلق في الذمة؟ لا، هو أنت الزكاة على المال الموجود. لو إنسان عنده 1,000,000 دينار واستهلكها يشتري بها قصور وأواني وما أعرف شيء وكذا،
وحلال الحول عليه لا تجب عليه الزكاة. الزكاة ليست في الذمة، الزكاة في المال الموجود. لو واحد حتى عنده مليون وشري بها بيوت ومزارع وكذا، فهل تجب عليه الزكاة في الذمة؟ لا تجب عليه. فهذا نفس الشيء، وخ عنده 5 دينارات كلها، ما نحسبوش نقول له كلها. لو تاجر يعني عنده أرباح كثيرة، يتاجر وعنده مال كثير، لكن مصاريفه كثيرة، في رأس الحول لما يعمل حسابه ما يلقاش ربح، نقول له تجب عليك الزكاة؟ ما تجب عليه الزكاة مع أنه ربح. فالربح هو مقدر عند ابن القاسم يوم الشراء. يوم الشراء مقدرناه قداش عنده يوم الشراء، اعتبرناه كان 15 موجودات عنده بالفعل، هذا معنى مقدر. باقي 15 اللي عنده معهم شيء هذاك الوقت؟ لا، ما عنده معهم شيء، لان الخمسه كلها استهلكت قبله. لكن على راي الاخر اللي هو راي اشهب، اللي يقول الربح نقدروه يوم الحصول، تبقى خلاص يعني ما تجبش عليهم ما تجبش عليه الزكاه بكل. وعلى راي المغيره اللي يقول الربح نقدروه براس الحول، تجب عليه الزكاه حتى لو كليه الخمسه هذه قبل الشراء، لانها موجوده بعد الحول. ما دام موجوده ومقدرين يوم الحول انه يحصل على 15، فال 15 مع الخمسه يكون نصاب. جزاك الله خير. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال: ثم شرع في بيان حكم الفائدة بقوله: واستقبل حولا بفائدة وهي التي تجددت لا عن مال. فقوله تجددت كالجنس، وقوله لا عن مال أخرج به الربح والغلة، ومثله بقوله كعطية وميراث أو تجددت عن مال غير مزكى، ومثله بما لا فرد له غيره، أي بناء على ومثله أن إيش؟ ومثله ومثله بلك ومثله بما لا فرد له غيره، بما لا فرد له غيره، لا فرد له غيره، أي بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع لا يسمى فائدة، بقوله كثمن عرض. أعيد آخر جملة، بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع لا يسمى فائدة، بقوله كثمن عرض. نعم، بقوله كثمن عرض مقتنا من عقار أو حيوان أو غيرهما باعه بعين فيستقبل به حولا من يوم قبضه، ولو أخر قبضه فرارا على الراجح فعلم منه أن الفائدة نوعان. يعني ذكر الفائدة كما سبق تعريفها هو ما تجدد عن غير مال، زي ما ذكر هو مثل عند عرض من العروض، عند بيت، عند سيارة، عند كذا يملكها وباعها، فثمن هذا الذي تجدد هذا يسمى فائدة يستقبل به، أو تجدد عن مال غير مزكى. هذه الأول متجدد عن غير مال، يعني متجدد عن سيارة ولا عن عرض عن عقار ولا غير ذلك، باعه يعني مال ثمن السيارة أو ثمن البيت، هذا متجدد عن غير مال، يعني سبب وصوله إليه هو العقار والسيارة وليس مال، فتجدد عن غير مال، هذا ما تجدد عن غير مال، فيستقبل بهذا الثمن من حين استلمه وقبضه، ولا تجدد عن مال غير مزكى، يعني الكلام الأول السيارة والبيت هي يعني جايتها هبة ولا عقار ولا ميراث ولا كذا، واحد وهب له سيارة ولا ورث بيت، هذا مال هذا وباعه، فالمال اللي حصله هذا متجدد عن غير مال،
لأن أصل ملكية العقار ولا السيارة هي مش دافع فيها هو مال، جاتها هبة ولا ميراث، هذا معنى تجدد عن غير مال. أو تجدد ما تجدد عن مال غير مزكى، يعني هو سببه مال، باع بيت شاري بيت يسكن فيه، هذا معناه شريه بمال، وبعدين باعه فحصل ثمن، الثمن هذا يسمى فائدة ويستقبل به، والثمن هذا متجدد عن مال لكنه غير مزكى، لأن البيت شريه بماله وبفلوسه، ولكن ما فيش زكاة. الإنسان لما يشتري بيت للاقتناء وللسكنة لا زكاة فيه، فهذا نوع مثال لما تجدد عن مال غير مزكى. وذكر الشرح قال هو مثل له مثل للفائدة بما لا فرد له، ليس لها فرد غيره، ليس للفائدة يعني مثال آخر غير هذا المثال لذكره، بناء على أن ما تجدد من سلع التجارة ما يسماش فائدة. لو إنسان شري بيت للتجارة وأجره ولا اكتراه فهذا ما يسماش فائدة، وإن الراجح أنه يسمى غلة كما تقدم، وإن كان يستقبل به حتى هو لكن اسمه غلة وليس فائدة. لكن هذا على القول، على قول ابن القاسم، ولكن على قول أشهب هناك له فرد آخر، يعني الفائدة ذلك في الربح، يعني مثل للفائدة بمثال واحد ليس له ليس لها مثال آخر، وهي هذه الحالة اللي المال يتجدد فيها، يعني المال يتجدد عن غير يعني غير عن غير مال، يعني ما تجدد إما عن غير مال أو عن مال غير مزكى، ما تجدد عن مال غير مزكى مثل هذا المثال اللي ذكرناه، فهذا هو الفرد الوحيد. ولكن هناك مثال آخر على رأي أشهب، تقدم أن يعني المكترى للتجارة، يعني غلة المكترى للتجارة تسمى ربحا عند ابن القاسم. شنو معنى المكترى للتجارة؟ شيء مكترى، سلعة مكترات للتجارة، يعني إنسان اكترى بيتا ولا مزرعة ولا سيارة، اكتراها ليكريها مش اشتراها، في فرق بين اشتراها ليكريها وبين اكتراها ليكريها. إذا اشتراها ليكريها فهذا يسمى غلة، الكراء يسمى غلة، يعني غلة ما اشتري للتجارة، ما تجدد عن التجارة عن عين، ما تجدد عن عين اشتريت للتجارة يسمى غلة، لكن ما تجدد عن عين اكتريت للتجارة، يعني اكترى بيت الغرض من كرائه ماذا؟ هو أن يكريه، فما تجدد من هذا الكراء على ابن القاسم يسمى ربحا، وما يستقبلش به بل حوله حول أصله، يعني المكترى للتجارة. لكن على رأي أشهب لا يسميه ربحا وإنما يسميه فائدة ويسميه غلة، وبذلك يكون على رأي أشهب هذا مثال آخر للفائدة، يعني ما هو قال مثلها بما لا فرد له غيره، هذا عند ابن القاسم. لكن عند أشهب الذي يقول غلة المكترى للتجارة يسميها أيضا فائدة، فيكون هذا مثال آخر للفائدة، يصير له فردان يعني عند أشهب، له فردان. نعم. أيوة. طيب أيهما الراجح شيخنا؟ هو معروف بالنسبة للفقه المالكي يرجحون رأي المدونة، لأن قول المدونة هو الراجح يعني عندهم، وهذا هو الراجح الظاهر، يعني المكترى للتجارة يعد من باب الربح، مكتري للتجارة يعد من باب الربح. في فرق بين اشتري للتجارة واكتري للتجارة واشتري للقنية، اشتري للقنية هذا ما في شيء، وإذا كان في ثمن فائدة يستقبل بها، وإذا كان في غلة وربح أيضا يستقبل به، اشتري للقنية.
وما اشتري التجارة أيضا الكراء، الكراء يعد غلة ويعني يستقبل به وليس حوله وحول أصله، لكن اللي في خلفهم هو ما اكتري للتجارة. إذا اكترى بيت من أجل أن يكريه لغيره فالكراء الذي حصل عليه حوله وحول أصله ولا يستقبل به. قال: ثم تكلم على حكم تعدد الفوائد بقوله: وتضم الفائدة الأولى حال كونها ناقصة عن نصاب، وإن كان نقصها بعد تمام بأن كانت نصابا ونقصت قبل أن حال عليها الحول لثانية نصابا أو أقل، فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من يوم الثانية ويصيران كالشيء الواحد، كما لو كانت الأولى في المحرم 10 والثانية في رمضان كذلك، فإن حولهما معا رمضان وتبقى الثالثة على حولها. يعني هذه الفوائد زي ما قلنا في زكاة المرتبات، يعني يضم شهر يناير لشهر فبراير وفبراير لمارس ومارس لأبريل، لأن يتحصل الإنسان على النصاب، ويتحصل على النصاب ذاك الوقت يبقى الحول، فما بعده يضم إليه، ما قبله يضم بعضه إلى بعض ولا زكاة فيه إلى أن يصل النصاب، وإذا وصل النصاب ثبت الحول وثبت الشهر فتبدأ الزكاة من ذلك الوقت. إذا كان وصل في رمضان مثلا النصاب بعد ذلك يعني يجب أن يزكي في رمضان حوله في رمضان، لكن عند المالكية الفائدة إذا كانت نصابا وكاملة لا تضم لما بعدها، ما قبلها يضم إليها ولكن هي لا تضم إلى ما بعدها، فمعنى عندهم بعد ذلك لما يتجدد لك مال بعد ذلك يجب أيضا تضم بعضها إلى بعض حتى يصل النصاب وتعمل له حول آخر، يبقى المال له عدة يعني أحوال، يعني ليس حولا واحدا. وأن هذا فيه عسر وفيه مشقة، لأن التفصيل ذكرته الآن كله في ضم الفوائد وفي ضم الديون فيه تفصيل مرهق يعني وأكثره يعني غير واقعي، ويعني تقسيمات عقلية ونظرية ولا تكاد تجد لها في الواقع ربما إلا نادرا. فالأولى في المسألة هذه قلنا أن الإنسان إذا اجتمع له من مرتباته أو الفوائد، سواء كانت المرتبات من الفوائد يعني ما تجدد عن غير مال، المرتبات تجدد عن غير مال يعني ينطبق عليها تعريف الفائدة، أو يتجدد له مال من جهة أخرى من ميراث، عند مرتبات وعند ميراث وعند هبة ولا صدقات، ولا مرأة عندها مهر من نكاح قبضاتها، ولا واحد عنده جناية حصلت دية، فكل هذه الأشياء كلها أحوالها عند المالكية مفصولة، اللي تحصل عليه المال يتحصل يعمل له حول واحدة وزكية واحدة، يعني ما حصلت 100,000 في الدية خلاص يبقى حولها في الوقت اللي حصلتها فيه، حصلت المرأة في صداقها 50 ليرة تبقى في اليوم اللي قبضتها ذاك الحول تبقى زكية في حول آخر، حصلت من ميراث يعني كذا نفس الأمر وهكذا. فتتعدد الأحوال عندهم وما يضم الشيء إلى آخر، لأن الفائدة الكاملة لا تضم إلى ما بعدها. لكن قلنا الأسهل من هذا والأرفق بالناس هو الإنسان إذا تجمع عنده يعني نصاب، سواء كان من مرتبات ولا من هبة ولا من صداق المرأة ولا من دية ولا من أي مصدر من المصادر، ما دام تحصل على يعني نصاب فما تجدد بعد ذلك له من المال مثلا من مهن حرة، ناس أصحاب المهن الحرة يصب عليهم أيضا دكتور ولا محامي ولا كذا، كل يوم يحصل في 1,000 دينار، هل يعمل لكل 1,000 دينار حول واحدة؟ ما يقدر، فيتركهم حتى يجمع بحيث يعمل يوم واحد في السنة لزكاته، وصل نصابه في شهر رمضان، بعد ذلك كل ما يأتي رمضان وهو عنده نصاب فأكثر ما نقصش ماله على النصاب يجب عليه أن يزكي كل ما يجد في ماله. وهذه الطريقة أسهل وأوضح،
وعليها المذهب الحنفي، يعني تضم الفوائد يعني بعضها إلى بعض. هل يعتبر ذلك من باب تعجيل الزكاة فيما لم يبلغ الحول يعني؟ لا ما تصحش يعني، ما لأنها غير نصاب، لأنك أنت لما تحصل في عند المالكية ما يصحش اللي يتجدد لك، هذا ما هوش نصاب. أنت عندك نصاب حصلت عليه في هذا الشهر، وبيا حصلت 100 دينار ولا 200 دينار، ما عادش فيهم زكاة، تيجي الزكاة ما هوش نصاب. ليه تحصل نصاب آخر، وتحصل نصاب آخر تعمل له حول أيضا مستقل. لكن لو أنت عملت حول واحد للجميع يعني عند الملكية، صحيح ربما تسميه، قد يكون تسميه يعني تعجيل، ولكن التعجيل بعد مرور الحول، وهذا عندهم ما مرش عليه الحول. لكن هو زي ما قلنا هو أخذ ببعض رأي المذاهب الأخرى عليه تراد ضم الفوائد بعضها إلى بعض، لأن فيه سهولة على الناس وتيسير. جزاك الله خير. قال الشارح: أو يضمان لثالثة إن لم يحصل من مجموع الأوليين نصاب، كما لو كانت الأولى 5 والثانية 5 والثالثة 10 وهكذا لرابعة وخامسة، إلا أن تنقص الأولى بعد حولها كاملة وتزكيتها وفيها ما بعدها نصاب فعلى حولها، ولا تضم لما بعدها، ويزكي كلا على حولها بالنظر للأخرى ما دام في مجموعهما نصاب كعشرين محرمية حال عليها الحول، فأنفق منها 10 واستفاد 10 رجبية، فإذا جاء المحرم زكى 10، وإذا جاء رجب زكى الأخرى. يعني تو عند علماء مالكية يبقى هو أنت تزكيه، اللي يجي بعد الفائدة تزكيه، لكن ما تزكيش في الوقت اللي أنت اللي حصل لك فيه النصاب، كل حاجة تزكيها في حولها. فمعناه لو اجتمع لك أنت من مرتباتك في يناير نصاب، وبعد ذلك في الشهر اللي بعده واللي بعده كل مرة أقل من النصاب، ما تجمع النصاب، ما دام تجمع النصاب وجبت عليك الزكاة، لكن لا تزكيها كلها في وقت واحد. يناير اللي تجمع لك فيه النصاب هذا زكي فيه النصاب، بعدين يتجدد لك في الشهر اللي بعد زكيه واحدة، فيبقى حولها فبراير، والثالث يبقى مارس، والثالث يبقى ربيع، وهكذا كل مبلغ يأتيك بعد النصاب ما دام النصاب قاعد ماشي معاك، فما تجد بعدها كله تزكيه، ولكن تزكيه على حوله، كل حاجة لها حول، كل شهر يكون له حول خاص به. قال: كالكاملة أولا وبقيت على كمالها، فلا تضم لما بعدها بالأولى، فهي كالدليل لما قبلها. فلا تضم لما بعدها بالأولى فهي كالدليل لما قبلها، كأنه قال لأنها كالكاملة. لأن لولا كالكاملة، لأن هي بلغت نصاب وبعدين نقصت عليه، استهلك بعد ما بلغت النصاب، استهلك هو كان عنده 20 واستهلك منه 10، وبعدين حصل في رجب مبلغ آخر، فيزكي كل واحد في إشاره، يعني يعتبر النصاب تحصل جمعهم حول واحد، يعني اللي جي في العشرة جت في رجب مع العشرين اللي كانت عنده واستهلك منها، كلهم جمعهم حول واحد، وقال يزكيها في وقتها. وقال من باب أولى إذا كانت العشرين اللي حصلها في الشهر الأول باقية وما استهلكش منها شيء، يعني هذا من باب أولى أنه يزكي ما بعدها في شهره. قال: وإن نقصتا معا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما، كصرورة المحرمية 5 والرجبية مثلها، فإن حال عليهما الحول الثاني ناقصتين. صيرورة يعني ولا صيرورة؟ كان نعم هذا مع نعم صيرورة، المقصود صيرورة هي صارت يعني، لكن لا تجديها فقط. كصيرورة المحرمية 5 والرجبية مثلها، المحرمية كصيرورة المحرمية 5
والرجبية مثلها، فإن حال عليهما الحول الثاني ناقصتين بطل حولهما ورجعتا كمال واحد لا زكاة فيه. نعم، لأنهم أقل من النصاب، يعني طول الحول هم أقل من النصاب لا زكاة فيه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإن اتجر قبل مرور الحول الثاني عليهما فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب، فلا يخلو وقت التمام من خمسة أوجه. أشار للأول منها بقوله: فإن حصل التمام عند حول الأولى محرم أو قبله كذي الحجة، فعلى حولهما محرم ورجب، وفض ربحهما عليه على حسب عدديهما إن خلطهما، والأزكى كل واحدة وربحها. وإلا زكى. نعم. فإن حصل التمام عند حول الأولى محرم أو قبله كذي الحجة، وإلا زكى كل واحدة وربحها قل أو كثر. كل واحدة وربحها. يعني إذا كان هو قلنا عند خمسة في محرم وخمسة في رجب، خلاص هذول ما عاش فيهم زكاة وأقل من النصاب، ويضمه لبعضهم يبقى ماله من غير زكاة. لكن قال لو كان هو تجر فيهم الخمسة اللي في محرم والخمسة اللي في رجب، تجر فيهم إما تجر في واحدة منهم بس، ولا تجر فيهم مع بعضهم، ولا تجر في كل واحدة مستقلة. فقال كان التجار فيهم حتى مع بعضهم وخلطهم، بعدين يفض الربح امتاحهم بالنسبة لتنوب كل واحدة منهم، بحيث يعرف الربح المحرمية وربح الرجبية. وإذا كان هذا الربح تحصل عليه يعني في محرم وإلا قبل محرم، فيبقى وكان النصاب فيبقى الحول في محرم، الحول الأولى يبقى في محرم. وبالنسبة للثانية إذا اتجر فيها وتحصل فيها في ربح، فيبقى ربحها في رجب. وإذا كان الربح تحصل عليه بعد محرم، بعد شهر ولا أكثر، فيبقى الحول من حين تحصل عليه، يعني ما عاش يبقى محرم حوله. ربيع مثلا كان الخمسة تجر فيها وتحصل فيها على الربح في ربيع، يبقى يزكيها ويبقى الحول يبدأ من ربيع. وبالنسبة للثانية إذا كان تجر فيها وحصل فيها ربح في وقتها، فيبقى حولها في وقتها رجب. وإذا حصل في الربح بعده بأقل من شهر يبقى في رجب، وإذا كان بأكثر من شهر فمن وقت حصول الربح يتغير الحول، وهكذا فيهما. قال: وأشار إلى الثاني بقوله: وإن حصل الربح بعد شهر من حول الأولى كربيع فمنه، أي انتقل إلى حول الأولى وصار منه، وتبقى الثانية فمنه على يعني فمنه الضمير يرجع إلى وقت حصول منه، إلى الوقت الذي حصل فيه الربح. إذا حصل الربح بعد شهر من محرم فمنه، فالحول منه، من ذلك الوقت الذي حصل فيه على الربح، ما دام هو حصل عليه بعد المحرم بأكثر من شهر. كان بأقل من شهر يبقى هو تابع لمحرم، ما قارب الشيء يعطى حكمه، لكن كان بشهر ولا أكثر فالحول منه، يعني من ذلك الوقت الذي حصل فيه على المال الربح. وتبقى الثانية على حولها. وأشار لثالث بقوله: وإن حصل الربح عند حول الثانية رجب فمنه. منه يعني من رجب. وللرابع يبقى الحول رجب. إذا كان تجر في الخمسة الأخرى وحصل الربح في رجب فالحول منه في رجب.
وللرابع بقوله أو اتجر في إحداهما أو فيهما وربح وشك فيه، أي في وقت حصوله لأيهما، أي عند عند حول حصل، هل عند حول الأولى أو الثانية أو بينهما أو بعدهما، فمنه أي فيزكيان من حول الثانية. وليس المراد شك في الربح لأي الفائدتين، وإن علم وقت لم يشك في الربح، لم يشك في الربح، ليس المقصود أنه شك في الربح هل هذا هو للأولى ولا الثانية، هذا غير مهم، هو المهم هو في بيان الحول، لأنه الزكاة سيزكي هكذا وهكذا سواء كان الربح الأولى ولا الثانية، لا ما تفرقش المسألة، لكن هو شك في حصول الربح، هل حصل في وقت الأولى وفي محرم ولا بينهم ولا في رجب ولا في كذا، فقال فمنه يعده يعتبره في الثانية في وقت الثانية لا في وقت الأولى. قال وليس المراد شك في الربح لأي شك، وليس المراد شك، وليس المراد شك في الربح لأي الفائدتين، وإن علم وقته، لأنه إذا علم الوقت اعتبر وجعل للثانية. وللخامس بقوله كبعده، أي كحصول الربح بعد الحول، أي حول الثانية كرمضان، أي ينتقل حولها لذلك البعد لا للثانية، فالتشبيه في مطلق الانتقال لا في المنتقل إليه. يعني وإذا كان شك في الربح وأنه بعد الثانية فمنه، فمن الوقت اللي حصل فيه الربح، يعني القضية في الكل هي في تحديد الوقت اللي حصل فيه الربح، كان في أول محرم حصل في محرم ولا قبله ولا بعد بقليل، فالعام يبدأ من محرم، وإذا كان حصل بعده بأكثر من شهر فيبقى من وقت حصوله، وإذا حصل في رجب يبقى من وقت حصوله، وإذا شك فيه ولم يعرف وقته فيعمل من الثانية من رجب، وإذا شك فيه ولم يحصل إلا بعد الثانية فمن وقت حصوله من رمضان ولا في وقت آخر. قال وإن حال حولها، أي الفائدة الكاملة، فأنفقها بعد زكاتها أو ضاعت قبل حول الثانية الناقصة، ثم حال حول الثانية الرجبية ناقصة، فلا زكاة فيها لأنها لم تجتمع مع الأولى في كل الحول مع نفادها، بخلاف لو بقيت لزكى الثانية نظرا للأولى. إيه لكان عنده في محرم يعني نصاب وأنفق كل كملة وبعدين حصل عشرة في رجب، ما فيش زكاة لأن رجبية واحدة ما بقى لها شيء تضم إليه، لكن لو كان محرمية 20 باقية كلها ولا أكل منها 10 وبقي منها 10 وفي الرجب عندها 10 فتضم العشر متاع محرم العشر رجب ويزكي عليهم، كل واحد يزكيها في وقتها، محرم يزكيها في وقتها ورجب يزكيها في وقتها، لكن إذا استهلكها كلها يحصلها في محرم وحصل في رجب 10 فلا زكاة عليه لأنها ما عندهاش ليش تضم أقل من النصاب، لم يجمعهم حول، يعني ما عندهاش النصاب يجمع في حول واحد. شيخنا هذا التفصيل كله يعود إلى ما ذكرتم في قضية الرواتب حيث يجمعهم مع بعض ما دام حال الحول وبلغت النصاب. اي نفس الامر حتى بهذه الطريقه هيك، لكن لابد كل حاجه يزكيها في وقتها، ما يقدرش يزكيهم كلهم في وقت واحد. نفس الامر في الراتب، لما يحصل هو يعني في محرم اجتمع على نصاب من المرتبات، وبعد تالي اللي في محرم هو القضيه في المرتبات ان في مشكله اخرى، هذا في مساله الدينار وغيرها، هذا واضح. تبقى أنت حصلت 10 دينارات هي بعينها معروفة في محرم وحصلت 10 ثانية في رجب، لكن أنت لما يعني تتكلم على مرتب في
يعني في شهر ما شو في محرم وحصل لك نصاب المبلغ اللي هو افترضناه 20 دينار ولا 30 ألف ولا كذا، وبعدين انت تصرف في الشهر اللي بعده تصرف وتسحب مراد تشتري سيارة وتشتري كذا. فإذا كان يعني نقص من النصاب وما واللي فضل ما يجيش مع اللي حصلته في شهر فبراير النصاب ما فيش زكاة، وتبقى انخرم من الحول، فتبقى انت اللي تجمع نصاب مرة أخرى. فإذا جمعتها في 3 شهور بعدها في ربيع ولا في غيره معناها تبي بعد ذلك تزكي، يبقى حولك ربيع وما يأتي بعد ذلك تضمه وتزكيه، يعني يأتي بعد ربيع ما دام عندك في ربيع نصاب. لكن عندما تسحب أنت وكل شهر ينزل لك في حسابك مال، هل أنت تسحب من الرصيد الأول ولا تسحب تاع ربيع اللي فيه النصاب ولا تسحب في الشهر اللي بعده؟ أصبح فيه الأمر فيه لبس، يعني أنت ما تستطيعش تتحقق من هذا. مش وضع أنت في كل مال في صندوق بحيث تعرف أن هذا حل عليه الحول وهذا ما حلش عليه الحول، وكله في الذمة أصبح خلاص. ولذلك ما فيش مخرج للمرتبات إلا بتقليد المذاهب الأخرى، لأن كل ما يتجدد بعد مرور الحول حوله أصلي حول المال يزيد الربح، لأن التفريق بين الفائدة والربح هذا يكون خاص بالمالكية، لكن الأحناف لا يفرقون بين الفائدة والربح، تضم الفائدة للنصاب زي ما يضم الربح للنصاب. احنا عندنا الربح بس يضم للنصاب، وغلة مكتورية التجارة يضم للنصاب ولأصله، لكن الفائدة لا تضم إلى النصاب، تبي تعملها حول وحدها مستقل بها حتى لو كان عندك قبل النصاب تبي تزكيها أنت في وقتها. لكن اللبس اللي يحصل أنت لما تسحب في الشهور الوسط في الأثناء، من أي شهر تسحبها؟ تسحب من النصاب ولا تسحب من الشهور اللي بعدها؟ فإذا كنت اعتبرناك تسحب من النصاب معناه النصاب اختل، قد يكون ينقص ما عادش عندك نصاب وما عادش تقدر تزكي إلا لما تجمع نصاب آخر. فهذا فيه يعني مشقة وتطبيقه صعب في المرتبات، خصوصا في الوقت هذا لمرتبات الناس كلها تنزل في مصارف وكذا، يعني في صندوق واحد كلها. لكن هذا لو كان واحد يعني عامل 12 صندوق في الشهر، كل شهر مال يجي يحطه في مكان، هل يجاه من الدية حطه في مكان، واللي يجاه من الميراث حطه في مكان، واللي يجاه من المرتب حطه في مكان، يمكن يعمل مجموعة يعني عوام كل مال يعمل له حول واحدة. لكن بالصورة هذه ما فيه إلا أنك تضم الفائدة تحسبها تعدها مثل الربح، يعني تضم للنصاب. قال: ولما أنهى الكلام على الفوائد أتبعه بالكلام على الغلة، فقال عاطفا على بفائدة، واستقبل بالمتجدد من نقد ناشئ عن سلع التجارة وأولى سلع القنية أو المكترى للقنية، وأما المكترات للتجارة فتقدم أن غلتها كالربح تضم لأصلها حال كون المتجدد بلا بيع لها، وإلا كان الزائد على ثمنها ربحا يزكى لحول أصله. ومثل للمتجدد بلا بيع بقوله: كغلة عبد مشترى للتجارة، فأكراه وكراء الدار مثلا مشترات للتجارة. وبحون ومن باب أولى ما كانت مشترى للقنية، يعني هو غير متلك بالأعلى، لأنه يتوهم أن ربما هي مدام مشترى للتجارة قد يتوهم فيها أن الغلة مثل الربح وأنها ما يستقبلش بها، يعني فيعني متلك بما هو محل التوهم. لكن حتى المكترات يعني للقنية، يعني عقار اشترى للقنية واكتراه، فهو باب أولى أيضا الغلة متاعة والكراء متاعة يستقبل به ولا يضمها إلى الأصل. يعني ونجوم كتابة لعبد اشتراه للتجارة، وثمن ثمرة شجر مشترى للتجارة وجدت بعد الشراء أو قبله ولم تطب، وصوف غنم ولبن وسمن إلا ثمرة الأصول المؤبرة المشترات للتجارة.
وإلا الصوف التام المستحق للجز وقت شراء الغنم للتجارة، فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه لحول الثمن الذي اشترى به الأصول، لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة الاستقبال إذا بيعت مفردة أو مع الأصل بعد طيبها كغيرها ولو زكيت عينها. كملته أكمل. وإن اكترى أرضا للتجارة طيب يعني هذه أمثلة كلها للغلة، الغلة اللي هي ما تجدد عن أصل يعني هو اشتري للتجارة أو ملك للتجارة، اشترى عقار ولا اشترى سيارة ولا اشترى أشجار وفيها ثمار ولا اشترى حيوان وفيه صوف تجدد، يعني من هذا تجدد عن الأصل اللي اشتراه، يعني اشترى شيء للتجارة وتجددت منه غلة إما كراء وإما ثمرة وإما صوف وإما غير ذلك، فهذه الغلة حكمها حكم الفائدة، أن يستقبل بها إذا كان إنسان اشترى عمارة وصار يأجر فيها، الإيجار ليس حول الإيجار حول أصل المال أو يضم لأصل المال يزكي مع أصل المال، بل كل ما تجدد له من هذه الغلة كل كراء شهر كان هو نصاب يزكيه، وكان مش نصاب يضمه ليوصل النصاب ويزكي، يعني يستقبل به الكراء اللي هو الغلة يستقبل به، ومثل له بالكراء ومثل له بنجوم الكتابة وخدمة العبد ومثل له بالشجر، إذا كان اشترى أشجار سواء كان فيها الزكاة ولا ما فيها الزكاة، في أشجار في عينها الزكاة زي العنب والنخل، وفي أشجار ليس في عينها الزكاة مثل الرمان والخوخ والفواكه، فلو اشترى إنسان أشجار للتجارة وقبل لا يبيعها جاء وقت الغلة، فالغلة هذه اللي تحصل عليها وبيبيعها بطبيعة الحال، بيبيع الخوخ وبيبيع المشماش وبيبيع كذا، فالثمن اللي بيبيع هذه الثمار هل هو حوله حول أصلي حول المال اللي اشترى به الأشجار ولا يستقبل به؟ قال هذا غلة والغلة يستقبل بها فما يضماش للأصل. وكذلك ذكر ثمار النخل، الأول ذكر التفصيل يعني شرها غير مؤبرة ولا كذا، أيضا لما قعدت عنده وأبرها وأخذ الثمار متاعها الثمن اللي باع به يستقبل به. وذكر إذا كان تفصيل آخر قال هذا كان قبل التأبير، وإذا كان بعد التأبير، بعد التأبير يعني اشتراها وهي مؤبرة وقريب يطيب التمر متاعها، قال يضمها إلى أصل حوله حول أصله، ولكن هذا ضعيف، الراجح هو سواء كانت مؤبرة ولا غير مؤبرة ما تجدد من الثمار من ثمن الثمار ثمار النخل، سواء كان اشتراها مؤبرة أو غير مؤبرة ما تجدد منه، وإذا كان باعها فيستقبل به حول، وإذا كان هو فيه نصاب، هذا إذا كان ما فيش نصاب، كان ثمار النخل ما فيهاش نصاب باعها وما فيها أقل من نصاب، لكن إذا كان هي نصاب يجب عليه أن يزكي عينها، لأن ما يجوزش هذه الزكاة في عينها، العنب وثمر النخل الزكاة في عينه، فتخرص ويشوف كم دوام بلغت 5 أوسق يجب يخرج عليها العشر ولا نصف العشر، ثم بعد ذلك ثمنها إذا باعها بعد ذلك، إذا باع الباقي بعد ما خرج الزكاة ثمنه بعد ذلك حوله حول وقت الزكاة حول زكاتها، يعني أنت زكيت الثمار هذه وعطيت عليها العشر أمتى في محرمه باي طيب، وبعدين بعت الثماره في رجب ولا في أي وقت آخر، فالثمن اللي حصلت فيها حوله حول محرم
لأنك أنت زكيت أصلها وهي الثمار في محرم. فالغرض أن ما يتجدد من السلع المشتراة للتجارة يعني من غير رقبتها، رقبتها باقية وذاتها باقية، ما تجدد منها وذاتها باقية، هذا هو ما يسمى الغلة. والغلة مثل الفائدة يستقبل بها، حتى ولو كانت ثمرة نخل، سواء كان اشتراها مؤبرة ولا غير مؤبرة على الصحيح. وإذا بقيت عنده، إذا كان هي ما فيهاش زكاة فيزكي ثمنها. نعم نعم، جزاك الله خيرا، انتهى الوقت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.